سهلا، مرحبا، تحية لكم، مرحبا بكل متابعينا في كل مكان. سعيد جدا الدكتور حبيب قلبي فتحي سعيد، مرحبا. مرحب بكم بكل المستمعين، والله حتى أنا سي أمين وكل المتابعين راديو ماد. والله صدقني كي يقول لك برشا يسألوا عليك، معناها يقول لك وقت اللي ما فماش برشا أزمات الدكتور موجود بحذانا. وينه خويا؟ ما أحوجنا إلى أخصائيين في الصحة النفسية في هذه الأيام، وإحنا كنا سابقين كل صراحة وأنه طرحنا أهمية الصحة النفسية، وتقريبا كان عنا لقاء أسبوعي بخصوص الصحة النفسية. حكينا على أزمة كورونا قبل أن تنتشر في العالم العربي وقبل أن تنتشر في بلادنا في تونس، و أعطينا بعض التوصيات. قدمنا خطة علاج متكاملة. احنا قدمنا خطة علاج لنا السابق يوم 19 مايو، أنا وحضرتك هنا عملنا الخطة المتكاملة لكورونا. مش 19 مايو عاد. 19 مارس. مارس. عملنا العلاج المتكامل لكورونا، وحسيت إن أنا دلوقتي دوري أرجع ورا شوية، وأهل الاختصاص والناس الخاصة بالفيروسات والناس الخاصة بالأطباء الخاصين بالموضوع ده كانت هي الأزمة، أو هي هم اللي كان لهم دور في الفترة دي، عشان كده أنا تراجعت. ولما تراجعت مع حضرتك قلت لك إحنا ندي حلقتي او ندي الوقت بتاعي اللي انا باجي مع حضرتك فيه لحد مختص تاني في علم الفيروسات او صيدلي او الازمات اللي كانت مطروحه. دلوقتي بقى احنا دخلنا في مرحله تانية دلوقتي، عشان كده ان شاء الله هيبقى لنا ان شاء الله باذن الله يا سي امين اللقاء الاسبوعي مع بعض باذن الله، نحاول نثبته زي المره اللي فاتت. لكن هقول لحضرتك برضو في اثناء التحليل النفسي ليه ما كانش دوري مهم، لان احنا كنا عاملين وقايه نفسيه وعاملين حلقات كتيره جدا، وعملنا اول نقطه الذعر من كورونا كانت في المرحله واحد. دلوقتي خلاص ما عدناش مذعورين من كورونا، دخلنا في مرحلة تانية، مرحلة أخرى، التعايش مع كورونا دلوقتي. أحسنت. باهي برشا. وإحنا في المرحلة هذه كيفش نراوروا إحنا؟ وين إحنا بالضبط؟ فانا استاد بالضبط في أما نقطة بالضبط. إحنا عندنا في حاجة اسمها دوائر النمو، في ثلاث دوائر أربع دوائر للنمو، ممكن الباشمهندس أحمد يعرضهم على الشاشة دوائر النمو كده. أول دائرة إحنا كنا قاعدين كلنا في حاجة اسمها الكمفر زون، نطاق الأمان، الناس كلها العالم كله كان قاعد في نطاق الأمان. فجأة جالنا الفيروس. النطاق الأمان ده عبارة عن إيه؟ الواحد عايش في عاداته وتقاليده وشغله داره وولاده وراضي باللي هو فيه ومتكيف مع الوضع اللي هو فيه، فمرحلة أدابتيشن على الوضع اللي كنا فيه. مهما كنا ننصح الناس للتغيير، مهما كنا نقول هناك يا جماعة تغيروا، يا جماعة تعلموا التخطيط، يا جماعة تعلموا القيادة، يا جماعة تعلموا الثبات الانفعالي، يا جماعة تعلموا النمو النفسي، يا جماعة تعلموا تربية الأولاد في الضغوط، يا جماعة تحكموا في ضغوطنا، كانت الناس تحس إن ده حاجات مش مهمة. جه دلوقتي كورونا طلع الناس كلها من الكونفورت زون بتاعنا إلى تاني دائرة على طول اسمها دائرة الخوف. قعدنا فيها من أول مارس إلى آخر مارس وإحنا شغالين في دائرة الخوف. يعني ولذلك لسه دائرة الخوف منتهية يا دوب عندما الشعوب العربية ولا الدول مددت الحجر تاني مرة. لحد الحجر الأولاني ما خلص كانت الناس عايشة في الخوف. الخوف ده ليه سماته؟ واحد، كنا بننشر الأخبار السلبية، اتنين، بنتابع غير المختصين، تلاتة، بنشغل الإشاعات، أربعة، بنشتري حاجات كتير جدا ونخزنها، خمسة، بنستغل الأزمة، ستة، بنشري حاجات زي ما قلت قبل كده ونخزنها، سبعة، التمرد، تمانية، التذمر من الحجر والتمرد عليه والناس ما ترضاش تلتزم بالحجر. كل ده كان نتيجة الفرستريشن أو الإحباط الناتج من منطقة الخوف أو الفير زون. يبقى أول نطاق كان الكمفر زون، لما بنطلع منه بنعدي بفير اسمه المنطقة اللي بعد كده اسمه الفير زون أو نطاق الخوف. يدوب على آخر أربعة آخر أول شهر أفريل لما الحكومة ابتدت تقول إن إحنا هنجدد الحجر والناس بقى ابتدت تشوف الأخبار وتشوف الوفيات في العالم، الناس ابتدت تدخل في مرحلة تانية دلوقتي. أعتقد إحنا في ستاد 2 دلوقتي، وهي مرحلة بيسموها الليرنينج زون، مرحلة التعلم. خلاص بقى ابتدت النهاردة الناس تعرف ان اللبن مش هيخلص، السلع موجودة الحمد لله، الناس حتى القوة الشرائية بتاعتها ابتدت تنتظم، ما عادش حد بينجي على الخبز يشتري 50 خبزة ولا يشتري 20 باكو لبن ولا 500 علبة زبادي. دلوقتي ابتدت الناس تشتري في حدود المعقول، لان ابتدت تجد ان الدول دلوقتي الحمد لله مغطية احتياجات السلع الاستهلاكية بشكل كبير، فابتدى الشراء يتنظم، وخاصة مع قلة الموارد ابتدت الفلوس تقل، احنا خلصنا فلوسنا في اول 15 يوم، فقلة الموارد ابتدت تنظم المشتريات، لكن في نفس الوقت ابتدى يزيد الضغط النفسي نتيجة قلة الموارد. اتنين، في منطقة التعلم ده ابتدينا نتبع المختصين، ما عادش بقى الناس بتشير الكلام الفارغ بتاع زمان بتاع كل إشاعة، واللي بيعالجوا بالقرآن واللي بيعالجوا بالدجل واللي بيعالجوا بالرؤية، والأدعية قلت وصلى على النبي 100 مرة تخف، وعندنا في مصر الشلاولة وعندكم هنا مش عارف اللي بيعالج بالإيه، ابتدى يقل الكلام الفارغ ده دلوقتي. اسمعني الشلاولة ده يعني ابتدت تقل الوصفات بتاعة المكملات الغذائية وهي مش عارف إيه، ابتدت الناس إيه توسع مجال كده تمشي معناها تاخد شوية ليمون شطة شوية زنجبيل
جميل. تو معقول بالله صوم الثوم اليوم في بلادنا 25 دينار معقول هذا؟ انت بتتكلم في رقم معقول؟ معناتها كانوا باش يتباع في الفيترين باش نبيعوا في فارماسي. انت تشم الفص الثوم تشم الله خلاص كده بربي. هذه دعوه حتى للمواطنين يسمعوا فينا، بربي يقطعوه الثوم ما عادش تشريه، راه ما عنده حتى علاقه بالدواء، ما عنده حتى علاقه، خليه هكاك تو يقعد يتكدس على قلوبهم هذوك الناس المحتكرين، تو يهبط صومه وثوم يهبط صومه العادي. طيب هو عنده علاقه شويه بالمناعه لكن مش بالعلاج، هنتكلم فيها دلوقتي، هنجز لها كمان شوي. المهم ان احنا في مرحله التعلم دلوقتي ابتدت الناس تتابع المختصين، تتابع منظمه الصحه العالميه، تتابع وزاره الصحه، ابتدت تشوف النهارده في مرحله التعلم ابتدينا نقبل الواقع خلاص، وابتدينا ندور دلوقتي هنعيش مع الواقع ده ازاي. مرحله التعلم هنقعد فيها على الاقل لحد اخر شهر افريل. المرحله دي تعلم شنو؟ تعلم التاقلم مع الوضع، كيف نتعامل مع الوضع. احسنت، التاقلم مع الوضع في الشراء، في الخروج، في الدخول، في تسيستم نفسنا، في قبول الحجر، في التمرد هيقل في الفتره دي على الحجر الصحي، والاجراءات عماله تزيد في الدول، عشان كده الناس هتبتدي تتكيف ادابتيشن في التعلم. هنا نتعلم نتكيف مش نتذمر ونغضب زي مرحله الخوف. وابتدت الناس تشوف المساعدات من الدول دلوقتي والمعونات والدعم والتكافل الاجتماعي، والجمعيات تشتغل بسم الله ما شاء الله. شفت الضيف اللي كان قبل بتاع جمعيه المعموره بسم الله ما شاء الله على الدعم اللي عامله في المعموره وللافارقه وللاجانب في الدوله هنا، فحاجه في منتهى الروعه. هنا معدن التونسي الاصيل عمال يظهر، ومعدن العربي الاصيل، ومعدن المسلم الاصيل عمال يظهر كل شويه. مرحله التعلم هتخلص في افريل، على اول افريل بقى، على اخر افريل بقى الناس بتدخل في مرحله ثانيه خالص، اخر مرحله يا رب نوصل لها، وهي الجروث زون او نطاق النمو. نطاق النمو دايما الناس تبتدي بقى ايه، تعيش الان وتتعامل مع الواقع دلوقتي، وتتعلم مهارات جديده في هذا الواقع، اللي هو قبول الاي ليرنينج، قبول التعليم الالكتروني بقى خلاص اصبح مفروض دلوقتي، قبول ان الولاد هيقعدوا في البيت ويتعلموا هم في البيت، نعمل جدول للمذاكره، خلاص الوضع بقى راهن دلوقتي. وحتى الاداره وحتى الدوله في حد ذاتها اللي لازم تعمل ابديت لكل، حتى الدوله نفسها خرجت من نطاق الامان، يعني الدوله نفسها خرجت من نطاق الكونفرت زون بتاعها، ابتدت تعمل بقى سيستم ميكانه كل شيء، وخلي كل شيء الكتروني دلوقتي، واكتشفنا ان الالكتروني دلوقتي سواء المعاشات بتتقبض الكتروني دلوقتي، سواء الدعم دلوقتي، بشوف رسائل كتير جدا تيجي لك من الستات المختلفه اللي هو بتوع البوسطه، روح في ميعادك، اعمل في وقتك، ابتدت الناس تقدر التكنولوجيا في خدمه الشعوب، ده ما كانش موجود، كنا لسه معتمدين على وجود الموظف، وجود الجثه، وجود الشخص بحد ذاته، النهارده ابتدينا نستغنى عن الشخص وابتدت الميكانه تحل محله، طبعا ده هياثر كتير جدا على الاقتصاد، وهيغير في خريطه التوظيف، وهيغير في الموظفين واجورهم وتقديرنا ليهم والدور اللي كانوا بيأدوه، هيبقى إشكالية كبيرة جدا وطفرة أخرى في اتجاه تاني، ولكن هذا واقع بقى مفروض، وهنبتدي نتعامل معاه وننمو فيه، وابتدي الناس تتعلم مهارات جديدة وتتعايش مع ده، وتبتدي الناس بقى خلاص مش تتأقلم بقى، قبول الواقع، الأكسبتنس، خلاص هذا هو الواقع، هذا هو العالم بعد الكورونا. التعليم الالكتروني فرض نفسه، التسوق بقى محدود، الخروج بقى محدود، المشروعات الصغيره 30-40% منها هيقفل، وده الجانب المظلم لكورونا، ان الاقتصاد وفي مشروعات كتيره جدا ممكن تقفل وتبقى مشروعات اخرى، تفتح بقى مجالات اخرى او تقفل خالص. لان النهارده انت متخيل لو الموضوع ده استمر شهر 2-3-4 في شركات كتيره جدا ممكن تقفل، يا اما تغير نشاطها. فهنا لما نوصل للجروث بقى ده، عشان نوصل له بسهوله محتاجين نتعلم شويه حاجات، النهارده محتاجين نتعلم شويه حاجات. باهي برشا. يمكن في كوفيد 19 الشريحه بتاعت كوفيد 19 بقى ودور العزل دلوقتي عشان نتخطى الموضوع ده بسرعه يا سي امين. احنا كوفيد فما شريحه عند سي احمد هنا انا كاتب فيها كوفيد 19 الفيروس بينتشر ازاي؟ لازم الناس تفهم الكلام ده عشان نقدر نتعامل معاه صح. الفيروس بيبقى جاي هو كائن غير حي، عايز يعيش في خليه حيه، فهيدخل جوه الانسان. فبيدخل في اول حاجه يدخل في الحلق. عشان كده انا عامل خط افقي هنا، كان قيمه العزل الدولي الاول، اتكلمت انا وحضرتك زمان من يوم 19 مارس نقفل العزل الدولي، الحدود. لو كنا عملنا من الاول التقفيل الحدود والعزل الدولي، هو مش هيجي من الصين لوحده. احنا الدول تساهلت والموضوع كان فيه انكار في الاول وكان فيه غضب، فالناس كانت تساهلت في الموضوع ده، دخل الفيروس قعد في الحلق. هنا كان في الاول هنا كان العلاج عزل دولي، قيمه العزل الدولي ها، وقيمه قفل المطارات. خلاص احنا سقطنا دلوقتي ندخل في الحلقه عند عبد، اي عبد تونسي مصري، اي دخل في كل العباد في الدول دلوقتي بيقعد 4 ايام في الحلق. هنا قيمه اخرى بقى،
قيمه العزل مع اجراء التيست اللي حكيت معاك فيه قبل كده. قلت لك دكتور تدرس رئيس مدير منظمه الصحه العالميه لما طلع يوم 23 مارس قال كلمه واحده تنقذ الشعوب: تيست تيست تيست. التيست ده هو البي سي ار اللي بيتعمل ده، او تحليل الانتي بوديز اللي هو طبعا الصين اللي بتعمله، احنا ما بنعرفش، ما عندناش لسه منه، ده اللي هو التحليل السريع ده لسه ما نزلش هنا. احنا بنعمل البي سي ار اللي هو عينه من اللعاب ولا عينه من الانف، من انف ولا اللعاب. هنا لما واحد بقى يشتبه في اعراض، وقلنا خلال 14 يوم اي حد يكون صاحب حد مريض ولا متعامل معاه يروح يعمل تحليل، يبقى هنا عزل واجراء الاختبار اللي يوقف الفيروس. بما ان برضو الناس تاخرت في اجراء الاختبارات، المفروض اكتر دوله عملت اختبارات وقفت العدوى كانت كوريا الجنوبيه بعدها المانيا، عاملين حوالي 350 الف تيست كل اسبوع كانوا بيعملوا كده. عشان كده كانوا التيست ده كان هدفه ألمانيا وصلت حتى 600 الف الاسبوع. التيست ده كان بيعمل حاجتين اتنين يا سامين، بناخد عينات عشوائيه كده، التيست ده كان بيكشف لنا الناس المريضه ولسه الاعراض ما ظهرتش عليها، فكان بيدينا فرصه ان احنا نكشف ناس مريضه وشكلهم اسوياء لان دول بيعدوا ناس تانية، وكان بيكشف لنا المرضى فنعالجهم، ويكشف لنا الناس اللي هم احتمال يعدوا وهم مش عندهمش اعراض، وفي نفس الوقت نعزلهم ونشوف اقرب ثلاث افراد اتعاملوا معاه في اخر يومين، اقرب افراد اتعاملوا معاه، اتعامل مع اولاده مع البقال مع كذا، نحجر كل دول بقى، فكان الفيروس يقف. اعتقد ان احنا خطتنا ما قدرناش ننجح في الدول العربيه وفي العالم كله، ما قدرناش ننجح في الخطوه 2 دي، الخطوه 2 عشان كده احنا رحنا للخطوه 3، انه الفيروس هنا دخل من الحلق راح بقى هاجم الرئه. دلوقتي لو الفيروس قعد 14 يوم، في ناس بقى اللي هم المرضى اللي بيبلغ عنهم حالات حقيقيه دول والناس المصابين حقيقيين، ده وصل لحد الرئه وراح المستشفى بقى وعمل حجر صحي او اتعرض لازمات قلبيه. لما يوصل للرئه الفيروس يعمل ايه؟ يهاجم جهاز المناعه، يهاجم الفيروس. في الرسمه التوضيحيه جهاز المناعه يهاجم الفيروس، ليه بيهاجم الفيروس؟ عشان يقتله. جهاز المناعه ده هو الجهاز اللي ربنا مسخره في اماكن كتيره جدا في الجسم، منها الغدد الليمفاويه والغدد القذريه والبلعوم والمعده وغشاء المعده، كل ديت حاجات مشاركه في الجهاز المناعي، في عمل الجهاز المناعي. بيهاجم بقى، فلما بتهاجم في الرئه يا سي امين ايه اللي بيحصل؟ الحرب دي عشان تقوم ضد الفيروس بيبقى الرئه محتاجه دم كبير، محتاجه ضخ دم كبير عشان تبعت كريات دم بيضاء تعمل تهاجم الفيروس. ولما تهاجم الفيروس لو الانسان انتصر عليه بيولد حاجه اسمها الانتي بادز اللي هي الاجسام المضاده للفيروس. خلاص اللي هو بعد كده احسنت. ليه بقى احنا بنحتاج دم كتير بقى؟ عشان كده الناس اللي عندها نقص في الدم، هبوط في الدم، عندها مشاكل في القلب، عندها مشاكل في الشرايين، كبار السن قلبهم مش شغال بكفاءه يدفع دم كتير للرئه عشان تهاجم الفيروس. عشان كده دول اعراض بتبان عليهم كتير جدا، الاعراض بتبان عليهم كتير جدا، لكن طول ما يكون الانسان واللي هم اكثر عرضه معناها اكثر عرضه ممكن للتضرر من هذا الفيروس. هم الاربع فئات اللي هم اربع فئات اللي هم امراض الجهاز التنفسي، امراض الجهاز القلبي اللي عندهم مشاكل في القلب، امراض السرطان والاورام، الناس اللي هم بتوع السكري، ده السكري اللي عندهم السكر والحاجات دي برضو في الدم، كل دول مرتبطين بالدوره الدمويه، مرتبطين بضخ الدم للرئه، عشان كده دول بيبان عليهم الاعراض برشا لان بتنهك الرئه بتاعتهم بسهوله. طيب لو انا اتصبت هنا بقى، هنا بيحصل ايه بقى في الفتره 14 يوم دول بقى يا سامين؟ في اخر لما الحرب تقوم بقى يطلع بقى درجه الحراره تعلى، الكحه تزيد لان الحرب شغاله، الانتي بادز عماله تتولد، والانسان بقى اللي ما عندوش هنا بقى دم كتير بينضخ بيشعر باختناق، عشان كده دول بيحتاجوا جلسات الاكسجين. هنا جهاز المناعه بيشتغل، جهاز المناعه هو اللي هنا ما عادش حل بقى طبعا العزل وتقويه جهاز المناعه، خلاص ما عادش التيست ينفع دلوقتي، خلاص احنا عملنا التيست وطلعت مريض. طب اعمل ايه دلوقتي؟ العزل وتقويه جهاز المناعه. جهاز المناعه ده يا سيامين هو الحائط دلوقتي في المرحله الاخيره ده، هو الامل من الله سبحانه وتعالى لان ما فيش دواء. فجهاز المناعه ده بيتاثر علميا بثلاث حاجات عشان نقوي جهاز المناعه عند المواطن العربي. ثلاث حاجات بيقوي جهاز المناعه، ثلاث حاجات اسمهم مثلث جهاز المناعه. لا خلاص لو انا مرضت، طب لو انا ما مرضتش قوي جهاز المناعه عشان لو مرضت لا قدر الله جهاز المناعه بتاعك يقدر يقاوم الفيروس. طيب هل لو قويت جهاز المناعه، دي نقطه مهمه قوي يا سامين قوي، هل لو كلت كل التوم اللي في العالم وجبت كل المناعات اللي في العالم حطيتها فيا، بقيت انا هيرو كده فيها كل المناعه، هل ده يمنعني ان امرض؟ لا، لو اتعرضت الى العدوى جهاز المناعه ما يعرفش الفيروس، مش عارف هو ايه ده، فما بيعرفش يتعرف عليه، فالفيروس مهما كان جهاز المناعه قوي هو بيخترق الجهاز المناعه لانه ما عندوش انتي بادز ليه. فمهما تقوي جهاز المناعه مش هو الحل. امال الحل في ايه لو انت لسه ما مرضتش؟ العزل، لبس الكمامه، الاجراءات الوقائيه اللي حكيت معاك عنها، دي افضل حائط صد للفيروس. لكن لو دخل لا قدر الله في اول اربع ايام اجراء التيست والعزل، لا قدر الله وصل للرئه، هيبقى اجراء التيست وعرفت انه مريض والمناعه بقى. طب نقوي المناعه ازاي بقى؟ سواء انا مريض او مش مريض، بس نقطه مهمه جدا، تقويه جهاز المناعه لا تمنع من الاصابه بالمرض، ولكنها تشفي من حاله الاصابه بالمرض. لو انا مريض جهاز المناعه يشفيني، لكن لا تمنع الاصابه.
البادي ديستانسينج، التباعد الجسدي، هو الذي يحمي من عدم الإصابة. لحظة، التباعد الجسدي مش التباعد الاجتماعي، مش السوشيال، تقاربوا اجتماعيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حبوا بعض، اتكلموا مع بعض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ما تبقى اوعى تنسى اهلك، اوعى تنسى المحتاج، اوعى تنسى اصحابك، عبر عن مشاعرك، عبر عن حبك، عبر عن مخاوفك. عندنا الحمد لله في تونس النهارده وفي مصر وفي الدول دلوقتي ابتدوا يعملوا سيت خاص بالاطباء النفسانيين، يتكلموا مع كل الناس، تواصلوا مع الاطباء النفسانيين التوانسه، تطبقوا مع الاخصائيين النفسيين التوانسه على مواقع اللي هي كوفيد 19 بسيكولوجي او بسيكاتر، المواقع كتيره جدا. فعبر عن مشاعرك، تواصل مع اللي بتحبهم خلال وسائل التواصل الاجتماعي. امال احنا عايزين التباعد ايه؟ البادي ديستانسينج اللي هو 3 متر او على الاقل 3 متر. التباعد الجسماني. وهذا البارح كان معنا الباحث في علم الاجتماع الدكتور سامي نصر، البارح قال التباعد الاجتماعي هو أخطر من الكورونا في حد ذاته، لأنه احنا في مرحلة مستحقين التباعد الجسماني وأكثر تقارب اجتماعي. أنا معجبين الدكتور اللي كان محرك امبارح ده، اسمه دكتور سامي نصر. دكتور سامي ده معجبينه بسم الله ما شاء الله في أدبه وأخلاقه وعلمه وتمكنه. أنا معجب بيه، أنا بتابع حلقاته زي أي مجتمع عند حضرتك بإنصات، وبسجل وراه ملاحظات لأنه راجل في منتهى الروعة والذوق والأخلاق بصراحة يعني. بارك الله فيه وفيك. اللي انا عايز اقوله التباعد الجسدي ده مهم جدا. طب لو مرضت بقى، يا سي امين، المناعه بتقوى بثلاث حاجات عشان نقوي المناعه. بس نقطه مهمه للمشاهدين يا سي امين، عشان ديت انتشرت برشا الدجل فيها، جهاز المناعه لا يحميك من المرض. يعني جهاز، لو انا خدت كل المناعه اللي في العالم حطيتها فيا وواحد عطس في وشي، همرض بكورونا، لان السيستم بتاع جهاز المناعه ما عندوش الداتا بتاعه الفيروس ده فبيخترقها. لكن قوه جهاز المناعه هي اللي تحارب الفيروس. هذا نقطه. يبقى ما نغامرش، ما نقولش جهاز مناعتي انا باكل توم وباكل ليمون فجهاز مناعتي هيحميني. مفيش كده، لا يوجد اي ضمانات لجهاز المناعه انه يحميك. امال ايه؟ هو لما تمرض هيقعد بقى الحرب تقوم، وربنا يكون كرمك انك ما تكونش من 4 فئات الاحتمال تموت، وتلاقي علاج وجهاز المناعه يعمل. فالافضل يا سي امين، الوقايه خير من العلاج. الافضل التباعد الجسدي، لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، احترموا الحجر الصحي، اجراءات الوقايه، لبس الكمامه، غسيل الايد، ده مهم جدا يا سي امين. قبل ما ابدا بس، هنقوي جهاز المناعه ازاي؟ بنقوي بثلاث حاجات. علميا جهاز المناعة عنده مثلث اسمه التغذية، التغذية السليمة، ان انا اعمل التغذية بتاعتي السليمة، النيتريشن بتاعي السليم. 2 لايف ستايل، الدي لايف ستايل او الهيلث دي لايف ستايل، نمط حياة او نمط يومي ايجابي او صحي. ثم المزاج والمود، التلاتة دول يا سي امين مهمين جدا. مهم برشا زادة. وكل عادة امي بتسلم عليك، أيوة، وبتقولك واحدة من عناية الاثنين. أنا زادة صديقتنا رجينا المجري قالت لك يا دكتور بربي فضلك نحيلنا شوية واحدة. حاضر، سامحيني يا أستاذ الفضيلة. بس أنت النهاردة أصلا أنت زنقني في ساعة واحدة وأنا مش هلحق أخلص. ميسالش، نعملوا حصص أخرى من عناية. عنا برشا حصص، إيجا مرحبا بيك حتى كل يوم من عناية. تفضل. تقوية جهاز المناعة ده يا حضرات، احنا اتفقنا جهاز المناعة ده يا سي امين، محدش يقول انا باكل توم ولا باكل ليمون ولا باكل شلولة ولا باكل ملوخية بالبتاع هتقوي المناعة مش همرض، مفيش كده. قال الشلولة واشبتني برشا. الشلولة ده انا ميت من الضحك عليها من ساعة ما سمعتها عندنا في مصر. الشلولة شنو بالضبط نوع الشلولة بلاي ذا بين قوسين؟ الشلولة دي أكلة في الصعيد، يقول لك ملوخية ناشفة، تجيب الملوخية الناشفة المطحونة تحطها في طبق، تعصر عليها ليمون، هو الدكتور يتكلم كده، ليمون عالي وبعدين توم عالي وبعدين لحظة شطة شوية ملح وتحط المية وتسقسق وتاكل، تحمي جهاز المناعة. اي ذي بالثوم ومحرحرة به. طبعا انا هنا يشبه للبلاب، انا بسخر من الموضوع، يشهر للبلاب احسن. واحد بيقول لك تخيل كده دكتور يطلع كده، احنا مكشف من الاول قال لك البلابي ضد الكورونا. اهو نفس الخرافات دي برضه، نفس الخرافات. واحد يطلع لك البلابي لحظة شطة لحظة هرجمة لحظة هريسة، مفيش كده، مفيش كده يا جماعة، مفيش كده، ما حدش يقول الكلام ده. الكلام ده كلام مش علمي وكلام يضحك الناس. الشلولة اتعلمت حاجة، الشلولة وقاعد ينونو. طيب اذا كل الاكل اللي هناكله مش هدفه يمنعني اني ما امرضش. امال ايه اللي يخليني ما امرضش؟ التباعد الجسدي والوقايه الشخصيه اللي هو غسيل الايد والكلام اللي انا قلت عليه قبل كده. لو انا بقى لا قدر الله، طب انا ما امرضتش، اعمل الكلام ده، زود جهاز المناعه بتاعك بالثلاثه اللي قلهم دول. طب لو انا امرضت، علاجك برضو حجر صحي، وما دام بتعرف تتنفس وما انتش ازماتيك عليك بالثلاثه دول. 1 التغذيه السليمه،
اللي هو الاكل طبعا كل ما يبقى الفيروس في الحلق قلنا كنا يشرب سوائل ويشرب حاجات سخنه. بعض الناس يقول لك الفيروس بيموت عند درجه حراره مش عارف ايه. طبعا ده كلام انا اعتقد انه مش علمي, لان ما فيش حد يقدر يشرب مشروب درجه حرارته 100 مثلا, الفيروس بيموت عند 70 ولا 80, بيشرب مش 70 يشلخك. فيعني هو الناس بتقول اي كلام يعني, بس اشلخ زورك بقى يعني, اعمل بقى شنو ده. فالتغذيه السليمه, الشوربه, الاكل اللي فيه حاجات المناعه بقى, الاكل صحيح البصل والثوم والجرجير كل الحاجات. التغذيه السليمه ابعد عن, انا هديكم ثلاث حاجات للتغذيه السليمه علميا, ابعد عن المقلي وابعد عن المشوي, كل المسلوق, الخضار سوتيه, كل المسلوق, كل الخضره زي ما هي. كل ما تاكل الخضار والاكل زي ما هو بيسموه اكل حي, زي الخيار, زي السلطه, الطماطم, البصل, الجزر, الجرجير, الكرنب, كل ده اسمه اكل حي, اكل نيجي من من المزرعه او من الارض يتغسل ويتنظف ويتطهر كويس وبعدين تاكله. ده افضل انواع الاكل دلوقتي بيرفع المناعة. بعدين الاكل المسلوق اللي هو الخضار سوتيه اللي متطيب على البخار, ده تاني اعلى في الجودة. تالت واحد في الجودة المشويات, اقل واحد في الجودة والكاليتي والكواليتي الكفاءة بتاعته في انه يدي طاقة ولا يدي مناعة هو الـ 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 المقلي. يبقى ننقص من المقلي. نكتر بقى من ايه بقى؟ الناس بتوع التغذيه كتير بقى اساتذتنا يقولوا حاجات كتيره جدا في ده, فالناس بقى في اكل كتير زي فيتامين سي, الليمون والبرتقال والكلام ده كله ماشي, كتر على قد ما تقدر, ما عنديش مشكله فيه. ده التغذيه السليمه. ما تاكلش مسبك كتير, ما تاكلش اكل مسبك كتير بطماطم وزبده كتير, ما تنقص من ده دلوقتي, لان ده بيعمل تخمه, واتنين بينقص في بيخلي التركيز بتاع الدم بتاع جسمك كله يروح للمعده عشان يهضم الاكله التقيله قوي دي. فكل اكل خفيف, كل مشوي, كل مسلوق. ده بالنسبه الى التغذيه. اتنين اللايف ستايل, بيسموه هيلث دي لايف ستايل, يعني نمط يومي صحي. واحد, لازم تكون بتعمل رياضه 30 دقيقه, حطهم في وقت ما تحب 30 دقيقه رياضه. اتنين, ما تاكلش بعد الساعه 7. ما احنا سهرانين بقى, فالناس بالليل تروح جايبه الساعه 10 بالليل. لا, هو مش باش ناكل بعد الساعه 7, اما بعد الساعه 7 معناتها تبدا الحلو. بعد الحلو لا ما تاكلش في السهريه, مع شويه مكسرات, شويه في وقت كذا, بعد انت قاعد, بعد في اخر الليل بتبيع واحد يجوع شويه عشان يحاول يغلف حته جاتو, حته هريسه, حته جاتو. الله يبارك لك. اي مش فاحنا هنطلع بطريق بقى, احنا هنطلع بطريق بقى, مو دي هو دي المشكله. ما هو احنا, ما هو البطرقه اللي احنا هنطلع فيها والديناصوره اللي احنا هنطلع تماشي بعد كده, هنطلع نزحف على اربع ديناصورة. يعني هنطلع من الديناصورين انت متخيل؟ الله يلذيهم. اليوم تعال نزحف حاجات شلونه والديناصورة. هنطلع زواحف, هنطلع مش يعني. فالناس تعمل ايه؟ تعمل هيلث دي لايف ستايل, يعني ما ناكلش بعد الساعه 7. طب انا جعت, كل فاكهه, كل تفاحيه, كل موزايه, كل برتقاله, كل اشرب كوبايه عصير, ينقص. لان كل ما تاكل بالليل هيجي لك تخمه, فهترقد كتير, فهتصحى متاخر, فالتخمه هتجيب لك بكره ايه؟ وخم. وتبص ليك بعد كده عمال تكبر بالعرض, وتكبر بالعرض, وتطلع لك وتطلع لك دلاعه في بطنك, الدلاعه عماله تكبر ومحسود شنو هذا؟ فانت ايه, انت ناوي تتقوقع تبقى كائن بطريقي؟ لا, احنا عايزين يعني. فاللايف ستايل دكتور ما عايش كمان, ما عادش تحكي لي معناه كانه قاعد يحكي علي. ما تحكي علي انا بحكي على نفسي. ليه يا دكتور؟ شنو تولي بطريقه؟ ما يجيش امين ما تاكل تفاحه انت زاد. امين انت بسم الله ما شاء الله عليك. اي لا, انا هديك مثال. المشكله انه ياكل برشا امين وما يضعفش. بسم الله ما شاء الله عليه. هديك مثال بقى. انا عندي زوجتي كل يوم, عندي ولد صغير ربنا يبارك لي فيه يا رب. فايه يحصل؟ مراتي تطبخ متاخر, فانا اقول لها انا عامل ريجيم كل يوم, قالنا من يوم الحجر انا عامل ريجيم وعندي قوه اراده. تروح حتى الاكل قدامي, طب كل بس, طب هحطه جنبك واسيب. فهتيجي تلاقيني خالته. لا, ما انت بتضعفي الاراده بتاعتي. لا اله الا الله. فانا عايز اتمنى من الله الناس تعمل لايف ستايل, ما تاكلش على الساعه 7, تعمل رياضه, تنام بدري نص الليل. السهر بينقص جهاز, بينقص من مناعه الانسان. السهر ياسي امين بينقص من جهاز من جهاز المناعه بتاع الانسان, قوه المناعه. ينام بدري, يصحى بدري. نسهروا احنا نصبحوا. لا, ما هو ده غلط على جهاز المناعه. ما هو ده غلط يا سامين. بالضبط, ما هو ده اسمه لايف ستايل, هيلث لايف ستايل. بعدين فاضل النقطه الثالثه, هرجع لها بعد ما نخلص بقى, اللي هو المزاج بقى, المود. المود والنفسيه بقى. الحاله النفسيه يا سامين, علميا مشكله الضغط والانضغاط الكتير يا سامين بيولد هرمون اسمه الادرينالين. الادرينالين ده لما يتواجد في جسمي بيخلي قلبي يدق برشا, ويخليني مخنوق, ويخليني وشي محمر, وده بيديني اعراض شبه الاختناق من الكورونا.
فحس ان انا ازماتيك، حس ان انا قلبي هيقف. ولذلك دلوقتي هيكتر مرض ايه دلوقتي؟ هيكتر مرض الوسواس، هيزيد على مرض، هيزيد مرض الاكتئاب، هيزيد مرض الهايبوكوندرايسيس توهم المرض، هيزيد مرض اسمه الهلوسه بالمرض هلوسينيشن. انا بقيت مهووس بالمرض الكورونا، وبقيت كل ما اسمع كورونا اتقلق، وكل اخاف الاول انا اخاف، ولما اخاف الادرينالين يزيد. الادرينالين لما يزيد يحصل ايه؟ يجيب لي اعراض شبه الكورونا، ضيق في التنفس، اختناق، حاسس ان انا هموت، ازماتيك، روحي بتطلع مني، تعرق. فالناس تتوهم ان دي كورونا. فبعدين الفرق بين اعراض الكورونا والاعراض النفسيه، ان الاعراض النفسيه لما بترتاح، لما بتهدى، لما تشرب كوبايه عصير، لما بتصلي على النبي شويه، لما بتغير الهيئه بتمشي الاعراض دي، لكن اعراض الكورونا مستمره مهما تعمل. يا دكتور شوف وش نقول لك، توا اغلبيه الناس توا ولاو يلوجوا على الاعراض الجديده باش يحطوا يعيشوا بها. احسنت، تقمص الاعراض. انا كيف ما حكيت مع حضرتك على حاجه اسمها ايدنتيفيكيشن. بالضبط، توا مثلا تريف حتى القلب، معنا شويه وجيع في القلب، شنو حكايتها هذيك؟ احسنت. تقريبا الناس الكل، شكون فينا تراه هاي، شكون فينا شوف عم دوره حتى في الاستوديو، صحيح صحيح، شكون فينا ما عندوش شويه هكا حاجات في القلب ما تضرب تريف. صحيح. فشنو هذا؟ لا، لو الحاله دي يا سامين، لما بتغير المود، لما الاستاذه الفاضله دي تطلع بره وتشم هواء، تلاقي الحاله مشيت خلاص، دي حاله نفسيه بتزيد مع التوتر والتفكير في المشكله بتزيد. يعني الانسان هنا يتعلم حاجه اسمها الانسايت، الاستبصار. يعني ايه؟ احنا ما فيش مشاعر بتيجي الا نتيجه الافكار. فلو الناس تعلمت النهارده تقول ايه؟ هو انا قلبي اتخنق لما كنت بقرا ايه على النت؟ فلو كنت بتابع خبر سلبي معناه الخنقه جايه من تقمص العرض ده. فما تجربه مهمه جدا يا سامين، وحلو انها جت دلوقتي على تتبع الاخبار السلبيه. في احداث 11 سبتمبر في امريكا، عملوا دراسه غريبه جدا على الناس اللي كانت في العماره اللي وقعت وشافت الحادثه، والناس اللي كانت حوالين العماره، الناس اللي شافت الحادثه بعينيها كده، شافت الناس اللي ماتت، والناس اللي شافت التلفازه، يعني الناس اللي كانت بتتابع التلفازه وتعيد الاخبار كل شويه. طب احنا نتوقع حاله القلق والخوف والهايبوكوندرايسيس توهم المرض والقلق والبانيك والذعر عند مين اكتر؟ اللي شاف الحادثه حق وحقيقي، ولا اللي كل يوم كان بيتابع الحادثه على النت؟ الدراسه وجدت ان 70% من اللي بيتابعوا الاخبار على الانترنت او على التلفزيون او على السوشيال ميديا هم انضروا اكتر من التانيين. 70% من الناس اللي شافت الحادث حقيقي. به شنو تنصح ملا كمختص في الصحه النفسيه؟ عدم متابعه الاخبار السلبيه. يفضلكم يا مواطنين، يهديكم رب، اذا سمعتوا اي اخبار سلبي حتى في مختلف الاذاعات هوني في بلايص اخرين، ابعد على الاخبار السلبيه. احنا موجودين لازمنا نعطيكم الخبر، معناتها من المصدر، اذا فما حاجه لازمنا نمدوكم الخبر ومن المصدر. نمد بالخبر حاجه، لكن العميق الجمهور يتعامل ازاي مع الاخبار؟ ده اللي هقوله في الحاله النفسيه دلوقتي. يعني لازم نمده طبعا. هات عطين تفضل. حاضر. اولا في الحاله المزاجيه يا سامين، واحد اثنين، واول نقطه حاجه اسمها الاكسبتنس. الكبار، انا اتكلم على الكبار وهختم بنفسيه الصغار، لان الصغار برضو مذعورين هم كمان يا سامين، مذعورين هم كمان، عندهم بانيك وعندهم خوف دلوقتي. هبدا بالكبار الاول. واحد حاجه اسمها الاكسبتنس، قبول الواقع. اثنين، انت لست مسؤول عن انقاذ العالم، حط القاعده دي قدامك. امال انت مسؤول عن ايه؟ التعاطف والدعاء لينا ومساعده المحتاج، التكافل اللي بارك الله فيك. لكن اللي يموت واللي يعيش والاعداد والارقام ما هي الشغل حضرتك تتفاعل معاها وتشوف مين مات وتنشره بقى مين مات. بشوف ناس بتنشر يا سامين في ايطاليا في الانعاش بيصوروا الناس، والناس بتبعت لنا رسائل من ايطاليا، والناس بتبعت لنا رسائل من كذا. مش كل الناس عندها القدره على مشاهده هذه المشاهد دون ان تتاثر. فالواحد اللي يعرف نفسه سنسيبلو بيتأثر بالكلام ده، لو سمحت عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها. اللي يتبع الأخبار السلبية ويتقلق هو اللي بيدس روحه، هو اللي بينزل روحه هذه المنزلة، هو اللي بيخاف. أنا عايز الناس النهاردة توصل إلى وعي حقيقي يا سي أمين، في أنا مسؤول عن نفسي الأول. فكرة مش الدولة المسؤولة عني دلوقتي في الأزمة، أنا مسؤول عن نفسي الأول، صحيح، وعندي مسؤولية تجاه الآخرين، والدولة مسؤولة عن الدولة ثم مسؤولة عن الأفراد. لكن الدولة يا جماعة منظمات ومؤسسات وقرارات، موضوع معقد برضو. فعايزين نقول النهاردة عليك نفسك، النهاردة لما تنقذ نفسك النهاردة أنت نقصت دنيا بحالها، أنت نقصت بنفسك، فنقصت ولادك، فنقصت أسرتك وأسرتك الموسعة، بارك الله فيك. لكن متابعة الناس اللي بتموت بتعمل لك إرباك وتعمل لك خوف. تعاملك أنت مع الأرقام غير تعامل الدكتور بتاع الفيروسات، غير التعامل بتاع الدكتور بتاع احصل الامراض الطبيه، غير التعامل مع دكتور علم الاجتماع مع الارقام دي، قاعد بيحلل ويقارن وينسبها لامراض اخرى ويشوف الخطوره والمش عارف الايه. فالتعامل مختلف، لكن النهارده انت بتتعامل مع الارقام غير المختصين ما بيتعاملوا معاها، وده لا يعيبكش في حاجه، ما يعيبش السيد المشاهد في حاجه، لكن لان ده مش شغله ومش تخصصه.
رقم ثلاثة ونقطة مهمة جدا في هذا الموضوع، احنا قلنا نمارس الرياضة، نشغل وقتنا نشغل يومنا بحاجاتنا بحياتنا، أكلنا وشربنا وولادنا وتربيتنا ومذاكرة لولادنا وحياة ولادنا. خلاص بقى احنا مش هنعيش بقى كده في مرحلة الخوف على طول والتذمر والغضب، احنا عايزين ننط لمرحلة التعلم. اللي لسه بيتذمر وبيتابع الأخبار السلبية ده لسه عايش مرحلة الخوف، فنقول له اقفز لمرحلة التعلم، أرجوك ما تتابعش غير الأماكن المصادر الموثوقة واتبعها مرة واحدة في اليوم. يعني مثلا مرة أو مرتين قمت الصباح عمل طلبة ممكن نفخر النهار شوف الساعة 5 طبيعي شفت الأخبار إيه شكرا كلمة وقص كده. اتنين بقى تشغل نفسك بيومك، عندك شغل النهاردة تبتدي بقى تقرأ كتب، تتابع نفسك مع أولادك، تذاكر لأولادك، جدول للمذاكرة، تطمين ولادك، تلعب مع أولادك، تبتدي دلوقتي تشوف شغلك. شغلك النهاردة لو هتتم إلكتروني، لو هيتم بالتليفون، لو هيتم بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، انت حر. لو مفيش شغل بقى ومش هيتم، اقعد في البيت استمتع بأولادك، استمتع بمراتك، استمتع بأهلك، استمتع بحديقتك، العب سبور في البيت. يلزم الناس تتعامل كده. كل ما انت بقى تضغط نفسك يا سي أمين، احنا قلت الأدرينالين بيتولد دي مش مشكلة، ويعمل أعراض شبه الكورونا مش مشكلة برضو. لما الأدرينالين يقعد 4-5 أيام في الجسم، الجسم النهاردة تخيل كده أنا خايف وقلبي بيدق والمفروض أعمل حركة ما عملتهاش، يعني المفروض أعمل أي حركة عشان أطلع التوتر ما حصلش. الجسم يحب يخمد الباراسيمباثيتك بتاعنا، الجهاز الباراسيمباثيتك بتاعنا عايز يخمد حالة التوتر والتأهب دي، فيولد هرمون خطير جدا اسمه الكورتيزون يا سي أمين. الكورتيزول ده كورتيزول هرمون، هرمون الكورتيزول ده خطير جدا في إنه بيعمل إيه؟ بيخفض المناعة، بيعمل إجهاد عام للجسم، بيعمل تعب عام للجسم، بيعمل انهاك ديبليشن انهاك للجسم. هرمون الكورتيزول لما يزيد في الجاف في الدم لخاصه لما يقعد فتره طويله ينقص المناعه، يعمل انهاك للجسم، يعمل متلازمه اسمها متلازمه التعب العام. دي ما تعب واقوم اكل وارقد، ودي ما تعب ومش قادر مململ، اللي بتنسي ململ حاله حليله هك، اصحى من على الجنب ده اكل وانا مع الجنب ده مش مململ انا من ايه، نتيجه الخوف الكتير والكورتيزول طلع. الكورتيزول بينقص جهاز المناعه، واحنا اصلا كنا لسه بنقول احنا محتاجين جهاز المناعه كتير جدا في ان احنا نتعامل مع الفيروس. انا شايف ان دلوقتي الأزمة يا سي أمين بقت أزمة مود ومزاج ونفسية، ولذلك محتاجين برشة الدعم النفسي. الناس كل يوم محتاجة، يا ريت، أنا شايف الناس على الصفحات المواقع كتير جدا بتدعم نفسيا الناس، محتاجة تتابع الناس دي، محتاجة تتابع الأطباء النفسيين على أونلاين، محتاجة تتابع الناس في البرامج المختصة في الكوتين النفسي، لأن هي دلوقتي الناس بقى بتعرف تاكل وتشرب ومرجل أمورها. إحنا مشكلتنا دلوقتي بقت في الحالة النفسية، الفدة، القلق، زهقت، عييت، عايز اخرج، فديت، لانه مش بيدور انه يتاقلم ويتعلم. امال بيدور على ايه؟ يدور هو خايف وغضبان وقاعد يتذمر، مش قاعد يفكر اعمل ايه في الفتره دي. اقرا كتب، اعمل العاب، اعمل فيديوهات مع اولادي، اعمل حاجات ترفيهيه، اعمل في البيت العاب رياضيه في الساحه بتاعتي قدام بيتي كده انا واولادي بس، ونجري ونلعب ونتحرك. نحن اليوم امام ازمه نفسيه اكثر منها ازمه فيروس. احسنت، ازمه نفسيه نتيجه من أزمة اقتصادية عالمية دلوقتي، أزمة عمل، ضغوط، ضيق الحال، ضيق الرزق دلوقتي يا سأمين، شركات بتفلس، ناس بتدفع قراءات، ناس بتدفع أجور عمال النهاردة، والناس ما كانتش عاملة حسابها للأزمة دي. في ناس الحمد لله عندها ريسك مانجمنت، عاملة إدارة الأزمة ومخططة ومجهزة، وفي ناس لأ. ففي مشروعات بتتقفل، أصحابها مش بيعاني من كورونا، ده بيعاني من ضياع حلمه يا سأمين، موضوع تاني، إحباط آخر، ضياع حلمه، مشروعي ضاع، شركتي ضاعت، حضانتي ضاعت، روضتي ضاعت، مؤسستي ضاعت، حانوتي قفل، ضعت، كراء داري هتتاخد مني النهاردة ممكن. فاحنا عايزين بقى الناس تتكافل مع بعضها للأزمة دي، سواء بقى بقرارات حكومية ولا بالتكافل الاجتماعي. النهاردة عايزين نقول يا سي أمين نقطة مهمة جدا، الفرق بين السعادة وبين المتعة، لأن الناس النهاردة عايشة بتضيع عمرها في الضوء في تبحث عن المتعة، بيسموها بليجر، انك بتستمتع، هابينس سعاده موضوع تاني خالص. العلماء يعملوا دراسات كتيره جدا في حاجه اسمها البوزيتيف سايكولوجي. شو لازمنا نعمله توا؟ هل نبحثوا على السعاده او على المتعه؟ نبحث عن السعاده، احنا للاسف احنا اللي خلينا في مرحله البحث على السعاده. لا احنا لسه المتعة. احنا للاسف الناس بتبحث عن المتعه. نحن معناتها هل شو نجم نقول؟ نقول نحن اليوم بنبحث عن المتعه، عشان كده ما بنوصلش للسعاده. نبحث على السعاده قبل المتعه. يلزم نبحث عن السعاده وليس المتعه. بص اسمع، عن البليجر ده السعاده عباره عن ايه؟ السعاده سامحوني، البليجر اللي هو البليجر اللي هو المتعه او اللذه. اللذه تيجي شخصيه، وتيجي لما تاخد، السعاده تيجي لما تدي. احنا بنعمل العكس،
اللذة، اللذة يا سامين، انا اكلت تفاحة، اكلت حتة لحمة، بشعر باللذة، اللذة وقتية، الهابينس مستمرة، لما اكون حالتي سعيدة انا، لان السعادة هي حالة نفسية يصل اليها الفرد نتيجة حاجتين اتنين، الرضا والانجاز. شعورين اتنين يتقابلوا في قلبك، رضا وانجاز، اذا تقابلوا في قلبك تبقى سعيد. نعودوها الجملة، معادلة السعادة، السعادة هي التقاء شعورين في القلب معا، الرضا زائد الانجاز. يعني السعادة تأتي من الحركة والفعل، ما هو انت لازم تنجز، فلما تنجز هتبقى راضي، فلما ترضى كمان شوية، يعني انت النهاردة عملت حلقة حلوة يا سامين اهو دلوقتي، فتلاقيك سعيد، تقول والله انا انجزت قوي. طب كمان شوية ايه اللي هيقل، اللي هيقل جواك ايه دلوقتي؟ الانجاز، يعني الانجاز ده هتنساه وتعمل حلقة تانية، صحيح، فهتبقى عايز تعمل حلقة اخرى. لو عملت حلقة اخرى هتجيب حالة الرضا، طب لو ما عملتش حلقة اخرى الانجاز قل، عملت حلقة اقل الرضا هيقل والسعادة هتقل. اذا كيفش نعلي الانجاز يا سامين عشان نبقى سعداء؟ الانجاز هنا المخ من الحمد لله، العقل الباطن من نعمة ربنا علينا، ما بيفرقش بين انجاز بسيط وانجاز كبير. يعني الست اللي بتصحى الصبح تعمل قائمة بالاهداف كده بيسموها تو دو ليست، اكتب 10 كده تو دو ليست، يعني اعمل ايه؟ هغسل المعون، ارضع ولادي، العب معاهم، اذاكر لهم، اصلي، اكنس البيت، اهزر مع راجلي، اتفرج على فيلم السهرة، وتكتبهم كده، وتاني يوم تعملهم وتعمل تشيك عليهم، تك تك عملتهم، المخ كل مرة انجاز ويطلع يطلع هرمون اسمه السيروتونين، انجاز سيروتونين سيروتونين انجاز، يبقى فيه رضا، الست راضية لانها بتعمل انجاز، حاسة انها فاعلة، مش حاسة انها عالة وقاعدة كده زي ما احنا نقول تمشي كده، انا قاعد زي اللوجزه في الدار، انا قاعد لوجزه عماله تلجس كده على نفسي، فيحس انه بيعمل حاجه، فيحس انه فاعل. هل اتى عن الانسان لم يكن شيئا مذكورا؟ انا بقيت شيئا مذكورا، بعمل حاجه كل يوم. فيشعر حتى لو حاجات بسيطه، من اول تنظيف البيت يا سامين لحد انك تعمل حاجه تساعد الناس، كيس مكرونه تدي لواحد غلبان، يا السعاده، السيروتونين يجي من العطاء، الدوبامين اللي هو بتاع اللذه يا سامين يجي من المتعه، العب بلاي ستيشن، طرح رميه، انا اللي بستمتع، لذه لذة، ها اكل حتة لحمة لذة، اعمل علاقة مع مراتي الجنسية لذة، اخذ اللذة دي ما في الاخذ. ولذلك احنا عندنا حاجة اسمها الادكشن بتاع ايه؟ بتاع المتعة، ادمانات المتعة، عشان كده عندنا ادمان الفيسبوك، ادمان اليوتيوب، ادمان الجنس، ادمان الكلام، ادمان الظهور، ادمان اللايك والشير، كل ده ايه؟ ادمان المتعة، عشان كده احنا عبيد المتعة للأسف. لكن ما فيش ادمان السعادة، لان السعاده يا سامين ما فيهاش ادمان، دي حاله عقليه بيصل لها الانسان انه يكون يعمل حاجتين اتنين، قلت الحركه دي انجاز ورضا، ايا كان نوع الانجاز هو ايه، لذلك انجزوا عشان تكونوا سعداء. اتنين، اعلى حاجه تجيب الصحه النفسيه، وهذا خطير معناها، هذا مهم جدا، لا نحكي على نحن في مرحله ادمان المتعه، ادمان المتعة، وهذا خطير، خطير جدا، وهذا خطير، عشان كده الناس عشان الناس زهقانه، عشان كده الناس زهقانه وفد يا سامين. لكن الناس لو بتعمل حاجه، لو بتقدر، تعال ندي مثال، واحد فهم طبيب نفسي اسمه فرانكلين، راجل في منتهى الروعه، عمل حاجه اسمها العلاج بالمعنى. احنا في معاناه دلوقتي، يقول لك اوجد لمعاناتك معنى، الانسان اللي هيعدي من الازمه النفسيه دي هو اللي هيوجد للقعده في البيت معنى، هيدعي عنوان كده، انت كده كده قاعد في البيت، انا بقول انت كده كده قاعد في البيت، يا تقول انا قاعد بقرب من ربنا وبختم قراني وبصلي وبستعيد صحتي وبربي ولادي، انت حر تقول الكلمه دي او تقول انا مخنوق وانا محبوس وانا فديت وانا زهقت، في الاخر انت في الحالتين قاعد في البيت، بس واحده هتبقى قاعد وهيطلع لك الضغط والسكر والمرج، واحده هتبقى قاعد وتبقى ريلاكس، انت مخير، انا عايز كل واحد انت كده كده قاعد. واحد ابوه مات دلوقتي، انا ابويا مات، انت عندك حل، تقول انا لله وانا اليه راجعون، مع المصيبه ان لله وانا راجعون، قدر الله ما شاء فعل، وعندك تقول ليه يا رب وتشق هدومك، اتحمل نتيجه الاثنين، في الاخر انت مخير في هذه اللحظه. هنا الانسان مخير بين حاجه اسمها بيسموها السكريبت العقلي، السيناريو العقلي، منت السكريبت بتاعنا، هتمشي في الاتجاه ده ولا هتمشي في الاتجاه ده. طيب اللي هيتمرد ويقول انا محبوس وفديت، اسمع برضه هتقبل بس مع الوقت، يا اما هتخرج فهتتحبس تدفع غرامه فهترضى باللي كنت فيه، وايه اللي رماك على المر اللي مر منه، ها، يا اما جهازك العصبي هينهار وهتضطر تقول خلاص بقى الله غالب وتروح راضي وخانع للي انت فيه. طب ما ترضى برضاك، طب ما ترضى وتقبل وتتعلم كده الاكسبتنس العقلي بوعي، مش 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 سب كونشس، ما تتسقش للقبول غصب عنك. يعني واحد عنده مصيبه دلوقتي فنقول له ان لنا رجعون واقبل وتعايش، يقول لك لا، ينكر، لا مش بعد فتره شهر انكار برضه هتقبل، برضه هتقبل. طب انت خدت الشهر ده كسبت ايه؟ ولا حاجه. طبعا ده في اللا شعور بيبقى معناه تكفير عن الذنب، الواحد بيبقى بينتقم من نفسه، بيبقى مش فاهم نفسه، الله غالب بيعمل كده ليه، قصص لا تفسيرات كتير. فرانكلين ده يا سامين يقول ايه؟ الانسان كده كده بيعاني، الانسان اللي يوجد لمعاناته معنى السفرنج بتاعته دي يقدر يخرج من المعاناه. ولذلك يقول اي معاناه تحط لها معنى تسمى انجاز،
النهارده سي امين زي الاطباء دلوقتي، الطب والصيادله دلوقتي بيعانوا وبيتحدوا الناس وبيتحدوا الفيروس، لكن هم بيدوا ايه؟ انجاز، ونعالج وننشئ وننهي على الوباء. عشان كده هم مستمتعين اكتر مننا رغم ان هم متعرضين للخطر اكتر مننا. صحيح. الصيادله والاطباء وبتوع المونوبري واللي بيبيعوا ويشتروا تعبانين وعرضه للفيروس اكتر مني، لكنهم استقرار مستقرين نفسيا احسن مني. ليه؟ لانهم بينجزوا، عندهم رضا عن نفسهم، اما انا قاعد في قاعد اتابع الاخبار وتابع اللي ضرب واللي شتم ويا والفيروس انتقل للحيوانات، الخراب جاي، الدنيا خلصت. لا لا، انت بتعمل ايه؟ ما بعملش حاجه، انا بهيص مع اللي بهيصوا. هذيك هو طبعا هو فاكر ان ده بيعمل اي دعم ولا اي حاجه. ارجوكم معادله السعاده انجاز زائد رضا. كل ما حاضر كل ما الانجازات هتقل، كل ما الرضا كل ما السعاده هتقل، فهتبقى عايز انجاز جديد. فاعملوا انجازات بسيطه زي المذاكره لاولادكم واللعب مع اولادكم، هتشعروا بالرضا. الرضا هنا بقى يجي منين يا سي امين؟ من القناعه، انك تكون مقتنع ان هذا امر الله وقدر الله في خلقه، وان هذا ابتلاء كبير جدا ربنا حوله لنا الى وباء، او هو وباء وبعدين بقى ابتلاء. قبول قدر الله في خلقه والتعامل والاخذ بالاسباب لرفع بلاء الله علينا بالاسباب، بتشجيع العلماء، بالدعم الاجتماعي، بالتكافل. اسعد انسان اخر وشوف مدى السعاده اللي هتبقى في قلبك. اسعد النهارده. واحده من اهم مصادر السعاده يا سي امين هي تخطي الذات والتفكير في الاخر، هو تعريف الصحه النفسيه، القدرة على الحب والعمل وتخطي الذات والتفكير بالآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حب لأخيك ما تحب لنفسك، لن تؤمنوا حتى يحب لأخيك، يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. زي ما تحب الناس تساعدك وتحب الناس تحس بيك وتحب الناس تحس تعاطف معاك، تعاطف مع الآخرين، قدر ألمهم، شار أخبار إيجابية، انشر الأخبار الإيجابية. ما قلت قبل كده معاك قبل كده يا سامين، بلاش نكت على كورونا، بلاش ننكت على كورونا، لأن ده بيخلي الناس ما تبقاش تاخدش الموضوع بشكل خطر. هذايا النجم نحكيو فيه، السخرية من كورونا، السخرية من كورونا. كورونا نحكيو فيه، لانه زاد ولازم انت تكون حاضر وستدعي عالم الاجتماع، لانه هو عنده ما يقول في هذا حبيبي، وانت عندك تقول من هذا. يلا تنعملوها بينا في القريب العاجل مع بعضنا، نعملوا حصه نستمتعوا فيها في افكار علميه نفسيه وسوسيولوجيه، وهذا ما احوجنا لنقاشات من هذا النوع في هذه الفتره بالذات. شكرا الدكتور فتحي سعيد المختص في الصحه النفسيه، بارك الله فيك. شكرا لحضرتك. شكرا احمد في الاخراج الرقمي، سمية في الاخراج التقني، غالية تلقاو عندها كل الاخبار في